حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. يبدو أن قضية مدينة الموصل تعاني من انكماش الأمن تدريجيا بين قضم الأراضي وممارسات الإخلال. يعيش قضاء سنجار توترات أمنية ومجتمعية منذ يومين عقب عودة بعض من العوائل النازحة إلى القضاء رغم عدد من الملاحظات والمؤشرات المسجلة عليها. سريع ما انسحب الأمر إلى خانة السياسة وتلاقفته الجهات في كيل الاتهامات، ورغم ضبابية المسار الذي يسير نحوه سنجار إلا أن الأزمة حقيقية وتستلزم جهود مضاعفة لدرء احتمالات تطورها فضلا عن كونها اختبار صعب للحكومة الحالية. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا وضمن المساعي الحكومية لتطبيق الأولويات، فأن مداخل بغداد يجري فيها العمل سريعا وضمن التوقيتات المثبتة، معطيات ومؤشرات واقعية لنسب الإعمار وحملات التأهيل لتمحي سنين طويلة من المعاناة والإهمال لمداخل العاصمة وتشخيص جهات التقصير، مخرجات وتوجهات جديدة ضاعفت من نسب الإنجاز للاهتمام بهذه المناطق وتسهيل حركة مرور المواطنين وتقديم خدمة لخلاصهم من زحامات الطرق التي عاشوا فيها لسنوات طوال. إذن مشاهدينا هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، الرئيس مركز الكتاب للدراسات السيد واثق الجابري. أهلا بكم سيد واثق، وكذلك الترحيب بالصحفي الأيزيدي من ألمانيا مباشرة عبر سكايب ينضم لنا السيد عيسى سعدو. أهلا بكم سيد عيسى. أبدأ معكم سيد عيسى، برأيك ما الغاية من عودة العوائل التي عليها ما عليها من مؤشرات أمنية إلى قضاء سنجار، ولماذا هذا التوقيت؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام وشكرا على الاستضافة. حقيقة يعني هذه الخطوة يعني هي بالتأكيد خطوة استفزازية، وهي أيضا يعني مسألة متعلقة بالتغيير الديموغرافي، وهي تدعمها بعض الجهات السياسية التي لا يخفى على الشعب العراقي الكريم من هي هذه الجهات. السيد خميس الخنجر وغيرهم هؤلاء يريدون تكسب مكاسب سياسية على حساب أهل هذه المنطقة الأصليين وسكانها. يعني هذه مسألة مرتبطة بالتغيير الديموغرافي وبسياسات معينة وبجمهور هؤلاء، فهم يعني يأتون بعائلات الدواعش ويحاولون أن يأتوا مرة أخرى لترهيب الأيزيديين ول إعادة الأوضاع إلى ما قبل عام 2014، إلى الفوضى وإلى القتل التي كانت تطال الأيزيديين لسنوات طويلة. فبالتأكيد لا. يعني هذا شيء مرفوض، وهو لغايات سياسية ولغايات طائفية. طيب. ولغايات يحتاج تغيير ديموغرافي. طيب. وحتى في مسألة الانتخابات التي يفكر هؤلاء بها. أرجع لك القضية الانتخابات، لكن ليش الموضوع مستفز للعوائل الأيزيدية وأهالي الأيزيديين في سنجار؟ هذه العوائل هي مو من أهالي سنجار، موعدها حق العودة إلى مناطقها؟ لا سيد الكريم، هؤلاء كيف لا يكون مستفز إذا كان هؤلاء من عوائل داعش، وإذا كان بينهم متورطين في قتل الأيزيديين وفي سبيل الأيزيديات وفي تدمير أهالي المنطقة. نحن ليس لدينا مشكلة مع أهل المنطقة، أهل المنطقة مسلمين شيعة سنة أيزيديين عرب أي فرد يكون، ولكن أن يكون من أهل المنطقة ومن سكانها وليس من الملطقة أياديهم بدمائنا وبشرفنا وبأعراضنا. هؤلاء ليسوا أهل المنطقة، سكان المنطقة وأهلهم الأصليين الآن كانوا متعايشين ولليوم الآن في مخيمات إقليم كردستان المسلم السني والمسلم الشيعي والأيزيدي كلهم في نفس المخيمات. نعم. ولكن
هناك التركيز واضح على عوائل الدواعش وعلى الذين تم الاتيان بهم من مخيم الهول رغم رفضنا لذلك. واضح انه هناك تركيز على هذه الفئه وليس على الابرياء واهل المنطقه الحقيقيين. هذه شعارات مسلمين وغيرها، هذه كلها كذب، والله هم ليس لا يهمهم اوضاع المسلمين ولا اوضاع الايزيديين ولا يهمهم النازحين بقدر ما تهمهم فئه معينه، هذه الفئه الداعشيه، هذه الفئه المتهمه بارتكاب جرائم. هؤلاء مكانهم ليس سنجار وانما السجون. هؤلاء لديهم مساله والمفترض انه القضاء ياخذ مجراه في حقهم وليس اعادتهم الى سنجار، لانه حولهم شكوك، وكلنا نعلم انه في اخر مره يعني تم الاتيان بهم، يعني في قبل ايام قامت احدى الفتيات الايزيديات الناجيات بالتعرف على احد المجرمين من هؤلاء وقامت القوات الامنيه بالقاء القبض عليه. يعني هذا خير شاهد وخير دليل على انه هذه ليست عائلات بريئه، وهذه مساله النازحين هذه يتم المتاجره بها، والا هناك نصف مليون نازح ايزيدي، فلماذا لا نفكر بارجاع هؤلاء ايضا؟ نحن اليوم شعبنا كل الايزيديين والمسلمين وغيرهم من سكان سنجار يعيشون في المخيمات مع بعض، وليس لدينا مشكله مع احد، هذه مجرد شعارات للتغطيه على اعاده الدواعش والتستر عليهم، وكما ذكرت الغايات معروفه. نرحب ايضا بالباحث بشان السياسي السيد اوراس الحمد، ينضم مباشره بالصوت والصوره من بغداد. اهلا بكم سيد اوراس. واردا ان اسالك بدايه عن رأيك بآلية إعادة بعض العوائل إلى مناطق سكنها خصوصا في قضاء سنجار، هل فعلا أكو مخاطر وشبهات على هذه العوائل أو بعض أفرادها؟ مساء الخير عليك، تحية لك وقناتكم الكريمة ولضيوفك الأعزاء. يعني حقيقة يعني احنا هاي المداخلة سمعناها، لكن أنا عندي فقط فد نقطة معينة، أنه هاي العوائل اللي إذا ترجع واللي طالبة العودة إلى بيوتها، هاي كلهم دواعش زين، طيب هاي العوائل مو كلهم قاعدين في المخيمات، مو دا يصير بحقهم اجراءات امنيه وتدقيق معلومات ودا يتميزون بهم المطلوبين ما مطلوبين؟ يعني اكو فد قضيه دا تصير انه في سنجار، يعني اكو احنا خلينا نفصل واقع سنجار، واقع سنجار هو مسيطر عليها من عده جوانب مسلحه، البككه واليكتي والبارتي والقوات الامنيه والحشد بجميع فصائله هم داخل، والداخليه والدفاع ايضا الجهات الرسميه هم كلهم داخلين في سنجار ومتمسكين في ملفها الامني. بالتالي يعني عوده النازحين، احنا خلينا نتحدث في موضوعيه، يعني حقيقه انه احنا كل ما نتحدث في فتح ملف النازحين وخصوصا فتح ملف الايزيديين والعوائل اللي طلعت وشردت من مناطقهم، هاي المناطق اللي هي الى الان كل ما نفتح ملف عوده اهاليهم تلتهب ويتهدد وضعها الامني وندخل في مطاف طائفي ونقول انه راح يحدث اقتتال مع اقتتال. طيب احنا ما عندنا مجمل من هاي الفصائل اللي ماسكه المسلحه اللي ماسكه ملفها الامني، ماكو تدقيق معلومات، ماكو جهات تابعه الى وزاره الداخليه والدفاع والى قوى الامن الوطني وجهاز المخابرات. يعني معقوله اللي راح يدخل الى سنجار اليوم من مداخلها راح يكون هو مضبط وضعه مع الجهات الامنيه حتى يدخل يهدد امن سنجار؟ يعني اكو كلام غير معقول وغير منطقي. احنا اليوم خلينا نتحدث في كيفيه انه الدوله هي اللي تنظم عوده النازحين، الدوله هي اللي تهيئ الاجواء لعوده النازحين الابرياء واللي اصبحوا ملفات. يعني احنا انا ممكن انه اقول عدم عوده النازحين الى سنجار الابرياء هو ملف انتخابي وملف سياسي وملف من اجل تهيئتها كمنطقه مهيئه للصراع الاقليمي والدولي داخل هاي المنطقه، منطقه يعني قريبه على الحدود ومنطقه قريبه على عده محافظات، بالتالي اكو اشراك دا يكون بين العرب والاكراد انه يريدون يسيطرون عليها بسلاح، اكو حزب العمال اللي مهدد امنها، اكو اذا تداخل ملفات سياسيه بالقضايا الانسانيه. يعني اكو تهيئه. سيد اوراس اذا تسمح لي اقاطعك، سيد واثق اهلا بك مره اخرى. يعني اهالي سنجار بمختلف طوائفهم وقومياتهم، النازحين منهم والمهجرين من حقهم العودة إلى مناطق سكناهم في سنجار خصوصا، لكن تعتقد الآلية المتبعة حاليا من الجهات المختصة هي آلية مناسبة لإعادتهم دون حدوث المشاكل التي نتوقعها والتي شهدناها يوم أمس؟ نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهديكم الكرام وضيوف الأكارم.
بطبيعه الحال هي يعني مساله عوده النازحين، طبعا هو هذا مطلب حكومي وسياسي ايضا وشعبي بنفس الوقت، وبالتالي هو كجزء من اعاده الاستقرار للمناطق. لكن كما يبدو ان من خلال المقدمات التي حدثت يعني في مناطق اخرى غير السنجار الذي التي تحدث عنها الضيف وطبيعه الاشكاليات الموجوده على هذه المنطقه، حدثت كثير من الخروقات. يعني نحن كلنا يعرف ان كثير من قتل الدواعش احتسبوا شهداء وجرحاهم ضحايا ارهاب وغيرهم من اصبحوا موظفين ويستلمون رواتب رعايه اجتماعيه والى ما شاكل ذلك من القضايا في سنجار. يعني هي قضيه يعني ما تعرض له الايزيديون ومسألة الإبادة الجماعية والاغتصاب والتهجير والأسر وجرائم كثيرة في سنجار حدثت. نعم. لابد من إيجاد يعني آليات لمسألة التدقيق وإلا إعادة يعني أو شهود أهالي سنجار بعودة بعض العوائل الإرهابية. هذا طبعا أكيد استفزاز بالنسبة لي. طيب تسمح لي يا سيد واثق، يعني هذه العودة مقابل ومقابلة ضحايا للمجرمين ووجها لوجه، هل سترفع ربما من معطيات وإمكانيات النزاعات الانتقامية الفردية؟ نعم، يعني أكيد هي يعني هو المفترض كل عائد يعني يدقق يعني أمنيا وقانونيا وحتى مجتمعيا، بالتالي هذه القضايا ولدت يعني هي ليست فقط بما يتعلق في القانون والجرائم التي ارتكبها وإنما تبعات اجتماعية يعني حتى في بعض المناطق، يعني المناطق الأخرى يعني عوائل يعني أبناء عوائل عوائلهم لا ترفضهم من العودة إلى تلك المناطق باعتبار هؤلاء الأشخاص الذين انخرطوا في مع الجماعات الإرهابية أصبحوا مهددين ليس فقط للمجتمع بصورة عامة بل حتى إلى عوائلهم وأسرهم، وبدأت يعني حتى الأمهات والآباء يبلغون على هؤلاء الإرهابيين. لكن كما يبدو يعني وكما قلنا بشواهد في المناطق الأخرى هنالك بعض الجهات السياسية تتواطئ لحسابات سياسية، وبالتالي عادت هؤلاء وبالنتيجة إذا واجهت العوائل التي تعرضت للجرائم والإبادة والجرائم البشعة، طبعا ما حدث في سنجار هو يعني جرائم مروعة جدا يعني بالحقيقة، وبالتالي لا أعتقد أن المنطقة ستستقر وإنما يؤدي إلى يعني تولد نوع من البركان بداخل هذه المنطقة، وربما تولد نوع من النزاعات بين الأهالي بسبب عودة هؤلاء. طيب سيد عيسى أسألك سؤال أخير، نظرا لعندك التزام أعتقد ممكن أن تنجح قضية المصالحة المجتمعية التي يسعى بعض السياسيين إلى إحيائها ما بين أهالي الضحايا و عوائل الإرهابيين أو ربما مع بعض الإرهابيين الموجودين قبل الانتخابات؟ سيد الكريم، لا مصالحة مع الدواعش ومع عوائلهم، وأرجو أن تسمح لي بأن أرد على الضيف الذي تحدث. تفضل. هو يقول غير معقول. الغير معقول، هل المعقول أن تتباكون على 20 عائلة داعشية أو متهمة أو عليها ملاحظات وتتركون نصف مليون إنسان أيزيدي؟ أنت يعني بس هؤلاء أهل سنجار؟ نصف مليون إنسان يزيد اليوم في المخيمات، هؤلاء ليسوا أهل سنجار، هؤلاء ليسوا مواطنين عراقيين وهم أبرياء، ولا أحد يستطيع أن يشكك عليهم بكلمة واحدة. عزيزي، هذا الغير معقول ما تفعلونه أنتم تدافعون عن عائلات متهمة بالإرهاب وتتركون الضحايا. علي من دير الدستور شعبنا وأهلنا خلي كم الرد أعتقد سيد عيسى في المخيمات، لماذا لا تتحدث من يمنع عودتهم؟ لماذا لا تتحدث عمن قام بالغدر بهم وعن من قتلهم؟ هذه هي، هذا تحدث عن هذا هو الغير معقول، أن تسكتوا عن الضحايا وأن تريدون الاعتناء بالجلاد وبتعويض عائلات داعش. عائلات داعش تم تعويضها ولحد الآن لم يتم تعويض الأيزيديين والضحايا وهم سكان المنطقة الأصليين وهم أغلبية في هذه المنطقة. تتحدث لي عن 20 عائلة وتترك لي نصف مليون إنسان؟ هذا هو الغير معقول الذي سيد الكريم، هذا الشيء الغير معقول. عائلات داعش، عائلات متهمة، أنا قلت لك هنالك مسلمين ومسيحيين وأيزيديين وشيعة وسنة كلهم في المخيمات، لماذا لا نهتم بهؤلاء وفقط يركزون على العائلات التي عليها شكوك والتي عليها ملاحظات والعناصر داعش وهؤلاء المنطقة أياديهم بدمائنا وبشرفنا وبتدمير مناطقنا.
شكرا لك سيد عيسى صحفي الأيزيدي. سيد عيسى سعد كنت معنا مباشرة عبر سكايب من ألمانيا، شكرا لك. وللأسف عندك التزام، جزيل الشكر لانضمامك إنه. وأعود لك سيد أوراس، يعني 25 عائلة عادت كمرحلة أولى من مجموعة 306 عوائل من العرب السنة. طيب 25 عائلة عادت وحدثت هذه المشاكل وربما احتكاك مع الأيزيديين في قضاء سنجار، إرسال قيادة فرقة والعشرين إلى سنجار، ممكن أن تضبط الأوضاع أم القضاء بحاجة إلى إجراءات أكثر حزم للحيلولة دون تداعي الأمن في قضاء سنجار وفتح ربما خانة للمصالحة المجتمعية؟ أنا بس أريد وقت أوصل الفكرة. تفضل إلى كل الوقت. يعني أنا بس أريد يعني أعرف، أنا ممكن الرد كان مال الأستاذ سيد عيسى علي. نعم. أنا اللي أريد أقوله أنه إحنا بمجتمعاتنا كأبناء بلد كعرف وطني ومجتمعي وجايين النظمة بالجديد، أنه إحنا دنقول ما دنقول أنه فض السوابق ولا دنقول أنه تبرئة المتهمين بقتل العوائل الأيزيدية ولا دنقول أنه عدم حرمة الدم العراقي، دنقول أنه 25 عائلة اليوم صارت هاي الانتفاضة. طيب أنت مشخص العوائل الإرهابية ومشخص أبنائهم، ما تروح يا مقاد فرقة 20 اللي بح صوته وهو واقف يتفاوض وياكم حتى يقول لكم اللي عنده تقاطع معلومات واللي متهم بالإرهاب أنا راح أوصله لأحد المشنقة وأنا اللي راح أقاضيه وأنا اللي صاحب الملف الأمني. أخي أنت ملفك الأمني، أنت ليش ما تقول إنه أكو حرب صراع حزبي من بعض الأحزاب هي ما تريد سنجار تستقر حتى يبقى مشروع النازحين هو مشروع سياسي ومشروع انتخابي، وبالتالي راح يكون ضمان هاي المخيمات هي ضمان ل لأصواتهم الانتخابية كأصوات انتخابية. طيب إذا كانوا هاي عوائل داعش فعلا إنه هم عوائل داعش وإرهابيين، يعني بالمجمل أنت ما تستثني أحد، أنت تتهم الكل بطيء، وانت دا تحكي بأيزيدين فقط، انا دا احكي لك بمكونات، دا احكي لك ببلد واحد، دا اقول لك انت ابن فئة مضطهدة اتأذت انسبت يعني دماغكم واحنا بالتالي جزء منكم، روح اقف ويا قائد الفرقة 20 نظم مجموعة منك تروح تقف في مشارف سنجار وتحدد العوائل المجرمة، احنا نريد نقضي عليهم، احنا مساندين للدولة من اجل استئصال الافات الارهاب من البلد. ما معقول انه اليوم تجي تتحدث لي تقول انه احنا تدافع لي عن 20 و25 عائله. طيب اذا انت تعرف هاي 25 عائله هم 25 عائله، معقوله ما تعرف منو ابنائهم؟ معقوله السلم المجتمعي لازم تهيئ الى يعني تعيد هويه المواطنه ولازم تعترف انه تقول اكو بعض الاحزاب دا تتحكم في قضاء سنجار وبعض الاحزاب دا تتحكم في اقتصاد سنجار، بالتالي ما تسمح انه يستقر وضعها من اجل المصالح الحزبيه. واكو سلاح غير سلاح دولة وغير مرخص، يعني اليكتي والبارتي والبققة واليبشة هاي كلها داخلين في سنجار، يعني وين السلاح؟ هنا تعدد مصادر القرار سيد وراس، والسلاح في يعني القضاء في سنجار الى اي درجة عقد هذه الأزمة؟ ويعني اذا تسمح لي سيد وراس، نعم. يعني قضية الأيزيديون فقدوا الكثير بين قتل يعني تصفية عرقية وسبي، شلون يتقبل أن أهالي سنجار الأيزيديين أن يتواصلوا مع عوائل من سبوا بناتهم؟ شنو اللي يحتاج الوضع في سنجار حتى يستقر أمنيا؟ احنا ما جايين نتعاطف، احنا دنقول انه هذا مثل ما عرضك هو عرضنا ومثل ما غيرتك هو غيرتنا، ولا بارك الله بكل شارب في الدولة يتنصل عن مسؤولية كشف وتحديد مصير يعني شركائنا الأيزيديين. احنا دنتحدث اليوم دنقول انه يا اخي شخص السرطان اللي موجود داخل هذا المنطقه، انت اليوم راح تحكمها فقط ايزيديين وتستثني بقيه المناطق والاقضيه المجاوره لك؟ احنا دا نقول الايزيديين احنا جزء منهم واحنا قريبين منهم واحنا قاعدين وموصلين تقارير وقاعدين مع الامم المتحده ومتحدثين في هذا الملف، فاحنا نريد قبله امنيه لهذا القضاء انه يتجه يتفاوض مع من. يعني ما معقول اليوم سلاح يرفع في وجه قائد فرقه جايك بمرسوم جمهوري وبرتبة عسكرية ويقف ينرفع السلاح بوجهه انه لا تتخذ اجراءاتك الامنية؟ اخي بمكان ما ترفع السلاح بوجهه تجي تقول له انه هاي العائلة وهاي العائلة وهاي العائلة وشوف طيب. اجراءات خليني ارجع السيد واثق، يمكن نعم. ما صار عنده وقت هو المشاركة. سيد واثق، نواب ايزيديون يعني يرون ان اصل المشكلة هي القرارات
المستعجلة من قبل بعض الجهات السياسية من أجل محاولة غلق ملف النازحين والمهجرين. هذا الاستعجال ممكن أن تنجم عنا تداعيات غير مرغوبة وقطف ثمار غير ناضجة؟ نعم، يعني هو أكيد أنا قلت هي مسألة عودة النازحين تحتاج إلى تدقيق، يعني وبالتالي اليوم الاعتراضات هي ليست اعتراضات يعني من جهات سياسية على هذه العوائل التي عادت، وإنما اعتراضات مواطنين وشهادات مواطنين، يعني مواطنة تتحدث يعني ما حدث في سنجار هو عن النساء يعني في وقتها وإعدام الرجال أمام النساء أو اغتصاب النساء أمام رجالهن أو أمام أزواج آبائهن وقتل الإبن أمام أمه وأمام أبوه، وبالتالي هذه القضية يعني هي قضية متشابكة، يعني القضية الجهات السياسية هي القضية ليست قضية سياسية ولا تحل بالتراضي، وإنما هي القضية تتعلق بقضايا قضائية ودماء، وبالتالي أصحاب الشأن وأصحاب القضية هم نفسهم العوائل المتضررة هم من يعني يشخصون بعض الأشخاص ويحددون من هذه الأشخاص، بالتالي التدخل السياسي في كثير يعني احنا اليوم كثير من القضايا تحدثون تحل سياسيا او بالاتفاق او بالتراضي، لا، هي التراضي هذا حق شخصي ليس حق عام او مصلحة الدولة، لا، مصلحة الدولة اولا انصاف المظلوم واعادة حق هؤلاء، ثم التفكير بالقضايا الاخرى اصلاح هؤلاء، يمكن اعادة تأهيلهم، يمكن محاسبتهم، سجنهم، معاقبتهم باي طريقة كانت، لكن بالبداية اولا نبدأ بالشريحة التي ظلمت وتعرضت للإضطهاد، يعني بالتالي هذه التدخلات السياسية أحيانا يعني كما قلت قبل قليل أنه أرجعت أو سجلت بعض عوائل داعش سجلتهم شهداء، وبالتالي هذا يعني كارثة، اليوم أنت شهيد، اليوم ربما قسم من الشهداء ما محصل على حقوقه، تجي الداعش يستلم راتب ومحصل حقوق مال شهداء، هذه مشكلة. العوائل تشوف اليوم عوائل سنجار تشوف المجرمين يعودون ويعني تحت غطاء سياسي، طبعا هذه مشكلة أكيد تحت الغطاء السياسي. سيد واثق، يعني ترجح أنه أكو جهات سياسية تقف خلف زعزعة الأوضاع في سنجار، إعادة الأهالي العرب إلى مساكنهم، لكن التوقيت غير مناسب قبل يعني أن تتم إجراءات مصالحة مثلا، إجراءات قانونية وأمنية وغيرها. يعني هي يعني احنا شايفين بكل المناطق دائما ما يستخدمون هذه الورقة السياسية والورقة الانتخابية والطائفية، أكيد يتحدثون يعني في حديث سابق تحدثوا عن جرف النصر وغيره من المناطق، حديث طائفي اكثر مما هو لمصلحه البلد. يعني احنا اليوم اذا يعني بجهه متهمه او مجرم ارتكب الجريمه ليكن من يكون ومن اي جهه ومن اي طرف هو متهم واوغل في الدم العراقي لابد ان يحاسب. طيب. يعني حتى نستطيع ان نردع يعني مثل هؤلاء، لا تتدخل الجهات السياسيه وتحاول ان تضغط وتضغط على القرار، وبالتالي هي متى بدات هذه الضغوطات التي تمارسها هذه القوى؟ عندما يعني وصلت مرحله الدوله انهم بحاجه الى الموازنه وبحاجه الى اقرار بعض التشريعات المهمه السريعه، بدات هذه القوى السياسيه تضغط وتخرج يعني مثل هكذا اوراق من اجل الضغط واحراج بقيه القوى السياسيه في وقت حرج جدا، وبالتالي هي على حساب طيب. دماء الناس وعلى حساب مصلحة طيب البلد. سيد واثق، يعني العوائل البريئة من الدم العراقي بكل أفرادها شلون نرجع لهم حقهم ونرجعهم إلى مناطق سكناهم بأي صيغة؟ لا طبعا هذه إجراءات حكومية، وأكيد لابد أن يعني في البداية نحن الآن يعني بعد من عام 2017 المفترض أن تكون البيئة مناسبة، يعني قبل يعني بعد 2017 ربما نقول انه المناطق قد تكون غير مهيئه يعني امنيا، يعني تعتقد الموضوع تاخر كثيرا خدميا ايضا غير مؤهله، لكن الان المفترض تحل هذه القضيه ولا تبقى ورقه معلقه وتستخدم للمزايدات السياسيه، وتحل كل هذه القضايا وتصفى كل الموجوده، يعني مثل ما اشار الضيف انه ملفات موجوده عند الاجهزه الامنيه المفترض تقاطع المعلومات والبريء يعود الى مكانه، وبعض الناس يعني مثلا حتى بعض الشباب والأطفال ربما أثرت بهم الأفكار الداعشية، هنا فكر لا بد من تأهيلهم مرة أخرى وإدخالهم يعني حتى دورات حتى محاضرات من أجل إعادتهم إلى المجتمع مرة أخرى، ويعني وبالتالي نخلص من هذه القضية المعلقة التي أصبحت يعني بين فترة والأخرى يعني تظهر ويستخدمها قوى سياسية وتحاول تضغط بها، وكأنما هي تلوح كأنما هي تدافع عن شريحة أو عن طائفة على حساب بقية القوى السياسية.
سؤال أخير لكم سيد وراس، يعني مقابل هذه المؤشرات الأمنية أو هذه المخاطر، الحكومة صرفت سريعا وأرسلت قائد الفرقة 20 إلى سنجار، لكن هذه الخطوة ممكن أن تضبط الأوضاع الأمنية أم أن القضاء هو بحاجة إلى إجراءات مختلفة ربما على الصعيد المجتمعي مو فقط الأمني؟ يعني أول خطوة لازم يسووها أن يفكون التشابك والتداخل السياسي العسكري الإداري في قضاء سنجار. الشيء الآخر أنه قضاء سنجار يعني تكون أنه الظاهر أكو تغيير ديموغرافي في قضاء سنجار، وعدم عودة النازحين الأبرياء، وعدم عودة وعدم أكو نية لتغيير ديموغرافي. يعني أكو السيد عيسى والأيزيديين أيضا يقولون أكو نية لتغيير ديموغرافي. لا بالعكس، الأيزيديين هم أهل مكة، الأيزيديين هم أهل الأرض. طيب تغيير ديموغرافي لصالح من؟ وبالتالي الأيزيديين الظاهر أكو شقا صاير بالأيزيديين، فالأيزيديين يجب أن ينمون وضعهم أولا، ومن ثم أن يبعدون لغة التفرقة ولغة القومية اللي ظهرت ملامحها بهذا الوقت في سنجار، ولازم يؤمنون أنه أكو دولة وأكو قضاء أنه ينصفهم ويعيد لهم حقوقهم. بالتالي أنه إحنا يعني مضى 9 سنوات عن هاي الجريمة البشعة بحق أهلنا الأيزيديين، وإحنا كنا جزء من هاي المعاناة وكنا جزء من دفع هاي الضربة. نعم. وما نسمح للتداخل الإقليمي السياسي المفروض على قضاء سنجار أنه يبقى يتحكم في قضاء، في هذا القضاء وفي ملف مصير أهلهم الأيزيديين السنة العرب والأكراد والشيعة اللي موجودين داخل هاي القضاء وهاي المناطق، هم كلهم دم واحد وروح واحدة. وهاي اللغة اللي تستخدم الظاهر أكو زج إلها متعمد إقليمي سياسي من أجل عدم استقرار يعني سنجار. بالتالي هي سنجار تقع على خط الحرير، وهذا الخط هو خط استراتيجي ومبني ليعود إلى قرار دولة، ويجب أن يحترموا قرار الدولة وقرار القضاء بكل مكوناتهم، وأدي بالسنة يجب أن يحترموا قرار القضاء وقرار الدولة. يعني اليوم بلا دولة وبلا قضاء ما ممكن أنه راح تنعاد هاي اللحمة المجتمعية، وما ممكن أنه راح نستأصل هاي الأصوات اللي هي تحث على التفرقة وتسمح للتدخل الدولي بتحديد مصير أهالي سنجار. الشكر جزيل لكم الباحث بشأن السياسي سيد وراس الحمد، كنت ضيفا كريما، وشكر لكم رئيس مركز الكتاب السيد واثق الجابري، وشكر كذلك للصحفي الأيزيدي السيد عيسى سعد كان معنا مباشرة عبر سكايب من ألمانيا، وشكر لكم مشاهدينا. وننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكرام مدير مديرية الطرق والجسور في محافظة بغداد المهندس عبد الله حسين. أهلا بكم أستاذ عبد الله، وبداية كم وصلت نسب هذه الإنجازات في مداخل العاصمة بغداد، خاصة أنها نموذجية وخلافا للمشاريع والمراحل السابقة التي كانت تعتمد على الصيانة فقط؟ شكرا أستاذ العزيز على الاستضافة. بالنسبة لمشاريع مداخل بغداد، مثل ما تدري حضرتك تم تغيير التصاميم مالتها من أعمال صيانة مؤقتة إلى أعمال أي نعم العفو. مثل ما تدري حضرتك مشاريع مداخل بغداد تم تغيير فلسفة التصاميم لها من مشاريع صيانة مؤقتة إلى مشاريع تطوير متكامل. يوم 27/3 السيد رئيس الوزراء اجتمع بالكادر المتقدم لمحافظة بغداد، وأعلن عن انطلاق المرحلة الجديدة من مشاريع مداخل بغداد وتطويرها. يوم 28/3 باشرت المحافظة بأعمال التطوير بالمداخل. حاليا جميع مداخل بغداد
انطلقت فيها الأعمال بوتيرة متصاعدة. طبعا بدأ العمل في وجبة عمل واحدة بعد نهاية شهر رمضان، صار العمل وجبتين، وإن شاء الله من هنا إلى نهاية الشهر راح يكون بثلاث وجبات. وتيرة العمل تصاعد تدريجيا، أعمال تفتح أعمال، كل مداخل بغداد حاليا راح تجد بها أعمال إذا طلعت في مداخل بغداد على طول مقاطع الطريق. بعض المعوقات اللي هي ظلت بسيطة هي أمور تصميمية تخص تدقيق التصاميم وفلسفتها، هاي الأمور حاليا دا تحل، مجرد ما تحل راح تنطلق المداخل بدون أي توقف إطلاقا. طيب سيد عبد الله، ايضا دعنا مع مشاهدينا الكرام نرحب بضيفنا الكريم عبر سكايب المتحدث باسم الامانه العامه لمجلس الوزراء السيد حيدر مجيد. اهلا بكم سيد حيدر. باعتبار عندكم يعني وظيفه المراقبه ايضا كامانه عامه، مراقبه ومتابعه انجاز هذه المشاريع التي كانت بتوجيهات من دوله رئيس الوزراء، هل تابعتم هذه المشاريع نسب الإنجاز فيها حتى الآن؟ هل أشرتم بعض التلكؤ في بعض المشاريع؟ يمكن بحسب الأمانة العامة أكو تلكؤ في عدد من هذه المشاريع بمداخل العاصمة. مساء الخير سيدي الكريم عليك وعلى الضيف الكريم وعلى السيدات والسادة مشاهدي قناة الأيام. مشروع تطوير مداخل العاصمة بغداد هو واحد من المشاريع الخاصة أو حزمة المشاريع الخاصة بفك الاختناقات المرورية. طبعا هذه المشاريع هي حيوية واستراتيجية مهمة تحظى باهتمام حكومي مباشر. السيد رئيس مجلس الوزراء دائما يتابع نسب الإنجاز والتقارير، هنالك لجان شكلت لمتابعة كل ما يتعلق بهذه المشاريع ومراحل العمل. طبعا هنالك ايضا مشاريع اخرى، حزم اخرى ضمن فك الاختراقات المروريه. نتحدث عن مداخل العاصمه بغداد، هي ست مداخل، طبعا مدخلين هي على عاتق وزاره الاعمار والاسكان، دائره الطرق والجسور اللي هي بغداد كوت وبغداد بعقوبه. هذه المشروعين نسب انجاز لا باس بها تجاوزت 65 إلى 70%، العمل يسير بوتيره متصاعده. كان هنالك مشكلة في مدخل بغداد الموصل بالتحديد منطقة التاجي، هو هذا اللي هو على عاتق محافظة بغداد. أعتقد يعني كل التفاصيل كانت واضحة أمام الرأي العام وسائل الإعلام المواطنين بعد أن كان هنالك اجتماع للسيد رئيس مجلس الوزراء ووقف على أهم المعوقات ووجه بحلها. خلال يومين أو ثلاثة محافظة بغداد وقفت على هذه المعوقات وتم حلها مباشرة الجهات المعنية والشركة المعنية بإكساء الطريق وديمومة هذا المشروع. أيضا كان هنالك زيارة للسيد رئيس مجلس الوزراء إلى هذا المشروع. يعني موضوع التلكؤات، أنا أتحدث عن مدخلي بغداد كوت وبغداد الديالة، لا توجد هنالك عوائق، قد تكون تلكؤات بسيطة أولا بسبب الظروف الجوية و بعض المعوقات اللي تواجه العمل. احنا نعرف حضراتكم هنالك عوائق اثناء العمل، يعني مثلا يعني خط مجاري، خط مياه او خط كهرباء، هذه توقف العمل، او بعض التجاوزات الحاصله هسه سواء من هذه التجاوزات تكون حكوميه او قطاع خاص، بالتأكيد هذه تحتاج الى وقفه، تحتاج الى يعني مرات تحتاج الى اموال اضافيه، امر غيار، إدراج آخر. المهم هذه المعوقات اللي ذكرتها حضرتك هي بسيطة جدا، لا تؤثر على مراحل العمل. مدخل بغداد كوت وبغداد ديالة هنالك المجسرات الآن، الركائز مستمرة، الشركة بنصبها أيضا، هنالك راح يكون جسر جديد يعني بيحاذي جسر ديالة، ايضا عمليه الاكساء مستمره على قدم وساق بوتيره عاليه الامانه العامه لمجلس الوزراء، فرق الهندسيه والفنيه بالتنسيق مع وزاره الاعمار والاسكان تتابع مراحل العمل. هنالك زيارات مستمره. على العموم بصوره عامه المشروع يسير كما مخطط له. بالتاكيد هذا المشروع سيسهم الى حد كبير في فك الاختراقات المروريه كما حصل في طريق الدوره يوسفيه. راح يكون عملية التأهيل يعني
تكون ما بين 20 أرجع إلى لك سيد حيدر إلى هذه المشاريع الأخرى لفك الاختناقات المرورية إذا تسمح لي ممرين إذا تسمح لي سيد حيدر الطرق راح تكون مؤسسة بالكامل أرجع لك سيد حيدر إذا تسمح لي أمني وتشجيع وإنارة طيب أيضا المداخل راح تكون ملائمة أرجع لك بقية المشاريع سيد حيدر لكن سيد عبد الله هذه المشاريع كما ذكر سيد حيدر هذه المشاريع استراتيجية تحتاج إلى مواصفات كبيرة وعالية نوعية العمل فيها محلي أم هناك شراكة مع شركات عالمية أخرى استشارية أو غيرها بالنسبة للشركات المنفذة لمداخل بغداد الأربعة المحالة بعهدة محافظة بغداد هي شركات عراقية لكن عملية تدقيق التصاميم هي من مكتب استشاري دولي مكتب استشاري دولي رصين لديها أعمال مماثلة كبيرة مع وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد كلف هو بتدقيق وإعادة فلسفة التصاميم إضافة لذلك راح يكون مكتب استشاري دولي آخر لغرض الإشراف على تطبيق المواصفات في هذه المشاريع يعني عندنا مكتبين استشارية مكتب مدقق للتصاميم ومكتب مشرف لاحقا على الأعمال يكون مراقبا عليها ويضمن تطبيق المواصفة حسب الجودة والمطلوبة طيب كما ذكر أستاذ حيدر يعني مداخل بغداد ديالة بغداد واسط تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 65-70% هذا إنجاز جيد لكن مداخل الباقي يعني توقع التقدم بالنسبة للإنجاز بها لتلتحق بهذين المدخلين بالتأكيد بعد متابعة السيد رئيس الوزراء لمشاريع مداخل بغداد وقوف شخصيا على المعوقات اللي كانت تعيق إنجاز هذه المشاريع وتوجيهاته بتقديم رؤية جديدة وتطوير هذه المشاريع من مشاريع صيانة مؤقتة إلى مشاريع تطوير متكامل انطلقت هذه المشاريع سابقا كانت أكو مجموعة كبيرة من التعارضات من ضمنها تعارضات مع البنى التحتية والفوقية من ضمنها تعارضات حكومية مثلا على سبيل المثال مدخل بغداد الموصل كان أكو تعارض كبير جدا مع سياج سجن ومع عسكر التاجي هذا أكثر من سنة كاملة محافظة بغداد عشرات المخاطبات الرسمية حاولت أن تزيل هذه التعارضات لكن يعني كانت صعوبة وإمكانية تنفيذ إزالة التعارضات فور طيب. تبني السيد رئيس الوزراء ملف المداخل أمهل جميع الجهات الحكومية 14 يوم لإزالة التعارضات وبالفعل من ثاني يوم للتوجيه من يوم 28/3 باشرة الجهات الحكومية برفع التعارضات سيد رئيس الوزراء من زارنا الأسبوع السابق في مدخل بغداد الموصل انطيناه وعد رح ننجز هالمداخل خلال سنة واحدة برغم أنه مدة تنفيذ المشاريع تراوح بين 2.5 إلى 3 سنوات. لا يعني مدة إنجاز مشروع مداخل العاصمة 1.5 إلى 2 سنين مضى من عده 7 أشهر المتبقي سيد عبد الله كافي لإتمام جميع مداخل العاصمة؟ بالنسبة للمشاريع مداخل بغداد بعد ما باشرت 28/3 انطينا وعد السيد رئيس الوزراء خلال سنة واحدة فقط راح نسلم احنا سنة واحدة من تاريخ إعادة المباشرة المباشرة الفعلية هسه صارت يوم 28/3 بعد تغيير التصاميم لأن ذيك الفترة كانت انه مجرد أعمال صيانة مؤقتة فصارت لها أعمال تكميلية صار إضافة جسور فوقية لجميع المداخل بغداد صار إضافة توسعة للطرق لجميع المداخل صار أعمال طرق خدمية أعمال تأثيث متكاملة تغيرت فلسفة المشاريع بالكامل يعني تحولت من مشاريع صيانة إلى مشاريع تطوير متكامل مثلا على سبيل المثال مدخل بغداد الموصل راح يصير مواصفات خاصة سريعة راح تلغي جميع الاستدارات الأرضية راح يكون فقط جسور فوقية فهاي يحتاج مدة راح يكون العمل قلت لك تصعد وتيرة العمل تدريجيا إلى 3 وجبات عمل وإن شاء الله خلال سنة واحدة فقط راح تنجز هذه المداخل بالكامل طيب تنفيذ هذه الأعمال دفعة واحدة إضافة إلى مشاريع أخرى بتوجيهات رئيس الوزراء إكساء طرق فتح طرق وإنشاء مجسرات هذا ما راح يشكل زحامات مرورية جديدة أكو خطط وتعاون مع المرور للتعامل مع الزحامات المتوقعة سيد عبد الله بالنسبة للأخوة مديرية المرور العامة صراحة في مداخل بغداد لاحظنا دعم وإسناد من عندهم يعني دعم مستمر ما مقصرين بواجباتهم أكيد يصير بعض الاختناقات المرورية نتيجة الأعمال بس إحنا حاليا مسيطرين على هذا الموضوع من خلال إنشاء طرق بديلة حولنا مسار السيارات إلى طرق بديلة بالذات العجلات الصغيرة إنشأنا طريق هسه حاليا رح نباشر به خلال 2-3 أيام في مدخل بغداد الموصل بطول 3 كيلومتر راح نحول عليه تكمل التحويلة السابقة راح نكمل عليه مسار السيارات الصغيرة راح يخفف من هذا الزخم المروري بالإضافة إلى ذلك أنه نحاول نجد طرق بديلة للسيارات الحمل للشاحنات حتى نغير مسارها من مدخل النباعي وتدخل باتجاه الطريق الدولي
اليس مو معسكر الحمراء هذا اذا اكو اكو خطه يعني مشتركه مع اكيد اكو خطه طيب. تعاون ودعم تام مع المرور طيب. العامه اعود لك مره اخرى سيد حيدر نعتذر عن الخلل بنقل الصوت يعني هناك إضافة إلى مشاريع مداخل العاصمة بغداد هناك مشاريع أيضا هي مشاريع خاصة بإنشاء مجسرات وإكساء طرق وغيرها لفك الزحام المروري في مداخل العاصمة وفي وسط العاصمة لكن هذه المشاريع هي بحاجة إلى أموال طائلة تدخل رئيس الوزراء المباشر ربما دفع بهذه الأعمال إلى الأمام لكن تأخير الموازنة مثلا وإقرارها في البرلمان ممكن أن يؤثر على سرعة إنجاز هذه المشاريع وصرف السلف والأموال إليها؟ لا أعتقد تؤثر موضوع تأخير إقرار الموازنة يعني نحن على أعتاب إقرار الموازنة قريبا بالتأكيد ضمنت كل هذه المشاريع المهمة ضمن موازنة الموازنة الاتحادية العامة لجمهورية العراق في سنة 2023 لكن هنالك أموال موجودة تعرف حضرتك قانون الإدارة المالية الصرف 1/12 موجود وأموال موجودة إضافة إلى كان هنالك أموال مخصصة إلى المشاريع الخدمية ضمن قانون الأمن الغذائي طارئ هذه أيضا الأموال موجودة ماكو أي عائق فيما يخص الجانب المادي احنا نتحدث عن حضرتك ذكرت بقية المشاريع هنالك 60 مشروع لفك الاختناقات المرورية هي عبارة عن ثلاثة جسور تربط جانبي الكرخ والرصافة على نهر دجلة أيضا هنالك ما يقارب 17-18 مجسر ونفق إضافة إلى تأهيل وتوسعة عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسة المهمة اللي تشهد زخم مروري يعني في أغلب أوقات اليوم كان هنالك لجنة تعمل بصورة استثنائية أمانة بغداد محافظة بغداد مديرية المرور العامة قيادة عمليات بغداد وضعوا خطة محكمة وتم اختيار الأماكن اللي تشهد زخم مروري على مدار الساعة وتم وضع التصاميم لهذه المشاريع السيد رئيس مجلس الوزراء أطلق كحزمة أولى ثلاثة مشاريع اللي هي مجسرات اللي تربط شرق القناة مدينة الصدر مرورا بالقناة ووصولا إلى شارع فلسطين المهندسين ومن ثم إلى باب المعظم الحزمة الثانية هي كانت المجسر طريق الدورة السيدية وتأهيل وتطوير ساحة عدن كل هذه المشاريع هي ستسهم في فك الاختناقات المرورية أيضا الحزمة مستمرة تطلق تباعا هذه المشاريع الآن من المفترض الفترة الزمنية هي 10 أشهر وتكتمل نعم سيكون هنالك زخم مروري إضافي ستكون هنالك اختناقات مرورية لكن مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضعت خطة بديلة لسلك العجلات والمركبات طرق أخرى أثناء تعارضها مع هذه المشاريع هنالك أيضا فقرة مهمة اللي أقدمت عليها الحكومة العراقية أيضا السيد رئيس مجلس الوزراء وجه برفع يعني بحدود أكثر من 75 نقطة تفتيش في عموم العاصمة بغداد وتحويلها إلى نقاط مرابطة هنالك العديد من الشوارع والأزقة والاستدارات الوسطية كانت مغلقة منذ سنوات أيضا الآن عمليات بغداد مستمرة برفعها كل هذه الإجراءات هي تسهم طبعا اليوم أيضا كان هنالك توجيه حكومي بزيادة ساعات السماح للمركبات المدنية بالمرور داخل المنطقة الخضراء هذا أيضا راح يسهل عملية حركة العجلات وتنقل المواطنين فيما بين الجوانب المحيطة بالمنطقة الخضراء طيب سيد حيدر سبق لمحافظ بغداد أكد أن بعض المؤسسات الأمنية والحكومية تعارض إنجاز مشروع تطوير مداخل بغداد لكن ما طبيعة هذه المعرقلات والتضارب بهذه الصلاحيات كيف تم التعامل مع هكذا معرقلات من قبل مجلس الوزراء يعني الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الذراع التنفيذي للحكومة العراقية وهي المظلة التي تعمل تحتها كل الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات هنالك تنسيق مباشر ما بين الحكومة العراقية توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء
وقرارات مجلس الوزراء، تعمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء على متابعتها مع كل الجهات المعنية. ذكرنا يعني الأستاذ عبد الله أيضا ذكر موضوع التعارضات اللي قد تعيق العمل. التعارضات اللي تخص الجانب الرسمي الحكومي القطاع العام، بالتأكيد هنالك تنسيق فيما بين هذه الجهات ولتبسيط الإجراءات اللي تحتاج إلى هسه مرات أكو تكون معوقات تحتاج إلى أموال، بالتأكيد هذه راح تخصص. أيضا التعارضات اللي تخص التجاوزات المواطنين، هنالك القوات الأمنية الماسكة للأرض تسهم بالتنسيق مع الشركات المنفذة وزارة الإعمار والإسكان أو محافظة بغداد بإزالة هذه التعارضات. يعني التحول أو التحول يعني إن كان التعارض يطيل عملية توقف المشروع، يتم التحول إلى مرحلة أخرى لحين حسم ملف التعارضات وإنهاء تماما. طيب سيد حيدر شكرا لك. وسؤال أخير لكم سيد عبد الله، هل ما زال العمل بنظام الثلاث وجبات هو الجاري بهذه المشاريع كما وجه السيد رئيس الوزراء؟ العفو، ذكرت لحضرتك بداية اللقاء أنه احنا باشرنا فور اجتماع مع السيد رئيس الوزراء يوم 27/3 بالعمل بوجبة عمل واحدة. خلال 30 يوم صار العمل بوجبتين، نهاية هذا الشهر راح يكون في ثلاث وجبات، لان وتيره العمل تصاعد تدريجيا، اعمال تفتح اعمال، فما ممكن انه احنا في نفس اللحظه تشتغل ثلاث وجبات عمل. وتيره العمل تصاعد تدريجيا، اعمال تفتح الاعمال لاحقه. الشكر الجزيل لكم المدير مديريه الطرق والجسور في محافظه بغداد المهندس عبد الله حسين، كنت ضيفا كريما. شكرا لك. والشكر الجزيل للمتحدث باسم الامانه العامه لمجلس الوزراء السيد حيدر مجيد، كنت ضيفا كريما عبر سكايب. وشكر موصول لكم مشاهدينا، الى هنا وصلنا واياكم وضيوفنا الكرام الى ختام حصادنا لهذه الليله، والى اللقاء في حصاد اخر.